مشاهدينا نحييكم من جديد. إعدام المصريين في ليبيا من قبل من رفعوا شعارات تنظيم القاعدة، من بحثوا عن النصارى، أين النصارى؟ أين المسيحيين؟ طبعا أعتقد أنه الاستهداف بهذا الشكل الطائفي وأيضا الاستهداف للمصريين تحديدا، عمليات القتل الجماعي لا نسمع عنها كثيرا إلا للمصريين. عملية الإعدام أخذت بعدا طائفيا، هنحاول نشوف إيه التفاصيل التانية. هعود بس للأنبا بخوم أسقف سوهاج. أنبا بخوم أهلا بيك تاني مجددا. أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل. وخليني ناخد المعلومات من قبل ما أكمل مع حضرتك من الأستاذ عوني. عوني يا جماعة، أستاذ عوني، عوني صديق بباوي، أخو طلعت الذي أعدم أيضا ضمن المصريين السبعة لأنه هم نفذوا عليهم عملية إعدام بالقتل في الرأس. أستاذ عوني أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. ربنا يصبركم جميعا المصاب المصريين كلهم يعني. الله يخليك. قل لي أخوك طلعت أولا كان سافر ليبيا إمتى؟ ممكن عدى السنة كده بيه. من سنة كان بيشتغل إيه هناك؟ شغالين في مجال المعمار مع أولاد وحاجات زي كده يعني. طيب السكن اللي هم اتاخدوا منه ده هو ده السكن بتاعه اللي بيسكن فيه؟ هو نظام ليبيا كده يا أستاذ وائل. طب كان قاعد فين؟ كده السكن تحت الإنشاء كده بياخدوه وبيقعدوا فيه يعني. مساكن تحت الإنشاء كانت فين؟ في ليبيا في بنغازي. في بنغازي. طيب قول لي الحادث، المعلومات اللي جات لكم يعني. كان معانا الاستاذ مالك الشريف منذ قليل صحفي ليبي وقال لنا كيف تم تنفيذ المذبحه يعني. هل جالكم معلومات كيف قتل شقيقك؟ هو استاذ وائل، هو احنا هنعرف بس هو المعلومات اللي متاحه لينا انه طبعا ان هم بعد ما خدوهم خلاص ما نعرفش حاجه تانية يعني. خدوهم من المكان يعني؟ بعد ما خدوهم من المكان طبعا احنا نعرف معلومات تانية منين. بعد كده حاولوا الاتصال عليهم وعرفوا انهم اتخطفوا والكلام ده هو. طب انت كلمت طلعت اخوك المكالمة الاخيرة معاك وكان امتى مع العيلة كلها يعني؟ لا طلعت كان اتكلم من حوالي 3 4 ايام كده، كان كلم خالي من في الصعيد. طيب ما كانوش حاسين بالاجواء دي بالتهديدات دي انت عارف؟ لا يا استاذ وائل خالص خالص خالص، بس اكيد حد يعني اكيد في معلومات لانه ممكن يكون حد مبيت على الموضوع ده هو يعني، فاهم ازاي؟ يعني ممكن يكون الموضوع ده مترتب كده ما نعرفش حاجه لسه. طيب انتوا طلعت كمان له قرايب ماتوا في من ضمن السبع؟ كلهم قرايبنا يا استاذ وائل، يعني كلهم عيله واحده. كلهم عيلة واحدة. كلهم عيلة واحدة، يعني حددوا مكانهم ان في مسيحيين ساكنين هنا؟ بالظبط يا استاذ وائل. طيب هو لما دخل سأل في مسيحيين ساكنين هنا واللي هم الملثمين دول واخدهم ومشي ونفذ ال طيب صلعة الجسامين. الجسامين دلوقتي اللي يعتبر خالصه في ليبيا، واخد بالك؟ بس الفكره دلوقتي ان احنا يعني عايزين ناكد انه في حد لما توصل الطياره بتاعت مصر للطيران هنا مش هتشيلهم توصلهم الصعيد، عشان مصر للطيران ما بتروحش الصعيد، فلو طياره عسكريه او اي طياره توصلهم سوهاج يبقى افضل طبعا، عشان نلحق ندفنهم بكره قبل الجثث ما تتحلل حوالي 3 4 ايام يعني. ربنا يصبرك. انا سامع اصوات الصراخ والنحيب عندك، يعني اعتقد انها يعني يجب ان تكون موجوده في كل بيت. احنا شارع كله كده كله مسيحيين، كل بيت فيه صراخ ده تسكت دي على طول تكمل، مفيش ما بيناموش خلاص الحزن يعني كفايه اللي احنا فيه، فيا ريت يخلصونا بس الجسامين توصل البلد تدفن بكره، مش نطالب اكتر من كده وده حقنا اكيد يعني.
طبعا ان شاء الله. يعني الحكومه اللي فشلت في حمايه الناس يعني مش ممكن كمان هتفشل في انها تنقل الجسامين يعني، او الدوله. ده طلب بسيط يعني، احنا مش عايزين اكتر من كده. طيب استاذ طلعت ربنا يصبركم، البقاء لله، ربنا يصبركم يعني. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم عائلته الصبر والسلوان، هم كل الذين قتلوا في هذه المذبحة الوحشية. طيب أعود للأنبا بخوم. أنبا بخوم أرحب بك مجددا وأسألك. أهلا أستاذ واعز، أهلا بحضرتك. يعني ما من الواضح أنه الغضب في مصر كمان يعني اكتسب بعدا طائفيا. صحيح الغضب عند كل المصريين، بس بدأ البعض يأخذ الغضب في اتجاه مسيحي، وأنه ذبح المسيحيين في ليبيا. نعم حدث ذلك، لكن أنا بعتقد أنه بمثابة إعدام للمصريين هم تم إعدامهم، لأنهم مصريون أولا، ثانيا للبعد الطائفي عند القتلة أنهم مسيحيون. هل تتعاملون مع المذبحة بهذا الشكل؟ طبعا هو حضرتك يعني أولا يعني عايز أقول لحضرتك أنه دماء المصريين غالية، ما فيهاش رخيصة يعني علينا كلنا. والإخوة دولت السبعة هم أولا مصريين ومن شباب مصر، ويعني ما نقدرش إن احنا نفصل بين مسلم وبين مسيحي. كلنا واخدين الجنسية المصرية، وكلنا بننتمي لهذا الوطن الحبيب اللي احنا بنعيش على أرضه وبنتمتع بسماه وبخيراته. فهم أولا مصريين وغاليين على المصريين كلهم، وعلشان كده الحزن ما هوش بس المسيحيين هم الحزانة. يعني عايز أقول لحضرتك إنه سوهاج كلها حزينة النهاردة على هذا الحدث، وناس كتير من إخواتنا المسلمين بيتصلوا بيا وبيعزوني، وكلنا أسرة واحدة. طيب طبعا ال 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 القتلى كلهم من سوهاج؟ من سوهاج، من قرية تبع مركز المراغة اسمها فزارة، وهم عددهم سبعة، وتقريبا يعني من أسرة واحدة أو من عيلة واحدة كلهم. من عيلة واحدة. الأعمار بتاعتهم طيب بتتراوح بين يعني كلهم شباب. أنبا بخوم بتوجه لحضرتك بالشكر، ألف شكر. ما فيش شك إن اللي حصل طبعا للمصريين في ليبيا لابد أن نتعامل معه بقوة وحزم. صحيح هيقولوا إنه ليبيا نفسها مهددة من قبل تنظيم القاعدة اللي اختطف ليبيا ويحاول أن يختطف ليبيا بشكل كبير ومكثف، لكن الحقيقة كمان أنا لازم أتعامل مع القضية بما يعنينا كمصريين، لأنه هذه الحوادث كان لها مقدمات سابقة. ناقشنا ما يتعرض له المسيحيون في ليبيا أكثر من مرة، أيضا ما يتعرض له المصريون في ليبيا. هعود تاني للأستاذ مالك الشريف. أستاذ مالك يعني خليني أسألك بدقة، يعني هل في نعرة ضد المصريين تحديدا من قبل التنظيمات المتطرفة ربما لتحالفهم مع جماعة الإخوان؟ يعني هل يمكن أن هذه المذابح يكون لها صلة أيضا بأنه هذه الجماعات المتطرفة يعني ربما تنتقم من المصريين لأنهم استعادوا ثورتهم ولأنهم تخلصوا من طيار الإخوان الذي كان يحكم؟ هل يمكن لهذه الحوادث أن تكون لها صلة بذلك؟ شوف ده استاذ وائل، في البدايه النعره ليست من الشعب الليبي او من عامه الشعب الليبي. للتوضيح ربما تكون هناك نعره من الجماعات الاسلاميه المتطرفه مثل تنظيم القاعده، مثل جماعه انصار الشريعه، او تنظيم الاخوان المسلمين الذي يسمي ثوره 30 من يوليو يسميها بالانقلاب. وتحدثوا حتى اصدر حزب العداله والبناء وهو الحزب السياسي لجماعه الاخوان المسلمين عندما قام ثوره 30 يوليو في مصر اصدر بيان رسمي
الرسمي أسماها بالانقلاب. أيضا استنكر هذا الحزب زيارة السيد علي زيدان لمصر، وعندما التقى بالمشير عبد الفتاح السيسي استنكر هذا الحزب زيارة السيد علي زيدان، وذكر السيد علي زيدان هذا الحديث في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، قال أن جماعة الإخوان المسلمين تستنكر زيارتي لمصر والمقابلة مع المشير عبد الفتاح السيسي في وقت سابق. لا نستبعد هذا نسميه هذا الزواج بين جماعة تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة أو الجماعات الإسلامية مثل جماعة أنصار الشريعة أو جماعة الليبية المقاتلة التي تسيطر على مدينة طرابلس بشكل واضح. تنظيم القاعدة يسيطر على بشكل 70% يقولنا على مدينة بنغازي، بشكل 100% على مدينة سرت وعلى مدينة درنة. أيضا انتقل هذا التيار أو هذا التنظيم إلى مدن الغرب الليبي ومدن الشرق الليبي بشكل واضح، ولكن للأسف هنا أتحدث أنا بشخصيتي أنا، ولكن الدولة لا تعترف بهذه المسميات، تقول أنهم هؤلاء أبناءنا، أنهم هؤلاء ليبيون، أنهم هؤلاء هم من شارك في الثورة، هؤلاء هم من كانوا يقاتلون نظام القذافي. لكن لا نسكت على هذه الأخطاء مهما كان مصريين، مسيحيين، مسلمين، مهما كان نحن لا نسمح بوجود هذه الجماعات التي تتسبب في التوتر الأمني والتوتر السياسي والتوتر الاجتماعي بين ليبيا ومصر أو بين ليبيا وتونس أو أي بين ليبيا وأي دولة أخرى. لكن إذا كان هذا التنظيم متواجد في ليبيا لا أستبعد أن تحدث هذه الكوارث من جديد مع المصريين، مع اللبنانيين، مع العراقيين، مع الأردنيين، مع أي جنسية كانت، لا أستبعد هذه الأحداث من جديد. هناك مواطنون ليبيين يقتلون لرفضهم لهذه الجماعات، ما بالك إذا كان مصري أو أردني أو أي جنسية أخرى. أستاذ مالك الشريف، بتوجه لك بالشكر، ألف شكر. أستاذ ميلاد رزق، وهو أيضا من أقارب الذين قتلوا في عملية الإعدام الجماعية للمصريين في ليبيا. أستاذ ميلاد، أهلا بيك. والبقاء لله، ربنا يصبركم جميعا. يعني يعني المعلومات اللي جات لكم عن الحادث، كيف تم ذبح المصريين؟ عجلنا الخبر على غفلة، ما حدش درب أي حاجة، لم وصل عندنا الخبر في التلفونات، بس أكتر وقال يعني بس. لا أنا عايز، أنا آسف شوية، أنا عارف إن أنت في حالة حزن شديدة، لكن نحاول نعلي الصوت شوية. ما أنا أقول لك الخبر اللي ما حدش درب غير لما جانا بالليل، ما حدش قال لنا دلوش ولا ما جانا الخبر، بس أكتر وقال لي اتمشى على التلفزيونات وجيه التلفزيون. وجماعتنا بقى الجماعة يعني أخويا ووالد خالد تاني ووالد عمت، وكل ما اتصلوا بينا قالنا كذا وكذا وكذا. بس انت عندك كم قريب في اللي ماتوا؟ عندي والد خوال اتنين، وهو يعني هم كلهم عائلة واحدة، يعني من عائلة واحدة، كلنا ولد عم كلهم عائلة واحدة، كل احنا السبعة كلها عائلة واحدة يعني. هل اتكلمت مع حد من القتلى قبل العملية بساعات قبل القتل؟ هل حد منهم كلم العيله؟ هل كان عندهم مخاوف من هذا الجو؟ لا، فيش اي حاجه. لا ما فيش اي حاجه قبل القتل، ما فيش اي حاجه، كل يوم اكلمهم يعني ما فيش اي حاجه معاه. طيب في يوم واحد كان حاجز اساس معاه قامه حاجز لازم اسمه هاني، حاجز قامه الاسبوع ما جيش حاجيبه طياره عربيه، وكان حاجز في الطياره خفا. استاذ ميلاد رزق، ألف شكر. السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج. سيد سفير، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك سيد سفير. الحقيقة عملية الإعدام الجماعية للمصريين أثارت غضب الجميع، وبدأ البعض يقول لماذا لا يحدث ذلك إلا للمصريين بهذا الشكل الجماعي، خاصة أن الذين قتلوهم استهدفوهم لأنهم مصريون مسيحيون. هل وصلتكم أي معلومات تتعلق بالمذبحة وبمن نفذها؟ يعني أولا في البداية يعني أود أن أتقدم بخالص العزاء لأسر هؤلاء المصريين الأبرياء، وأؤكد يعني الإدانة والاستنكار الكامل لهذه الجريمة البشعة
وأشير أيضا إلى تصريح السيد رئيس الوزراء الليبي واتصال السيد وزير الخارجية الليبي بالسيد وزير الخارجية الوزير نبيل فهمي وإدانته واستنكاره الكامل لهذه الجريمة البشعة. ونحن نتطلع إلى أن يقوم الجانب الليبي بإنهاء التحقيقات في أسرع وقت وموافتنا بملابسات الحادث، والأهم من ذلك القبض على الجناه وتقديمهم للعدالة. أفادني السفير الليبي أن النائب العام الليبي شخصيا يتابع التحقيقات في هذا الحادث البشع، ونتطلع يعني في أقرب فرصة أن يتم إعلان نتائج التحقيقات وموافتنا بها. ما يهمنا الآن هو سرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين واتخاذ كافة الترتيبات في هذا الشأن، والحمد لله تم اتخاذ كل الترتيبات لتعود بإذن الله إلى أرض الوطن ظهر غد إن شاء الله. جالكم معلومات أيضا يعني كان معي الأستاذ مالك الشريف صحفي من ليبيا وقال إنه تم إعدامهم بإطلاق الرصاص على رؤوسهم جميعا، هل جالكم إنه كيف تم قتلهم؟ يعني تقارير شرعية مبدئية؟ هو يعني لم يأتي لنا تقارير رسمية من الجانب الليبي، إنما هذه هي الحالة التي وجدت عليها السلطات الليبية كثامين هؤلاء الشهداء الأبرياء أنهم كانوا مقيدين ويعني أطلق الرصاص عليهم بالفعل. وبالتأكيد يعني هذه جريمة بشعة ولا بد أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق هؤلاء الجناة وتقديمهم للعدالة، إنما لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن ذلك، وتواصل السلطات الليبية وبشكل مكثف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب هؤلاء الجناة والقبض عليهم والإعلان في أسرع وقت عن ذلك. طيب سيد سفير، مش شايف حضرتك أنه لهجتنا هادئة لا تتناسب مع دموية المذبحة، همجية المذبحة، وحشية الإعدام؟ يعني اللهجة المصرية هادئة ربما تشجع البعض على اقتل المصري، لا أحد يغضب له، لا أحد يحميه، لا أحد يساعده. لا، هي الحقيقة هي يعني نحن نشجب ونستنكر بأقصى ما هو يعني احنا بنشجب دايما يا سيد سفير، احنا بنشجب دايما. هذا عمل إجرامي ولا يمكن التسامح بشأنه على الإطلاق، إنما لابد أن يعني نستمع من الجانب الليبي رسميا عن نتائج التحقيقات وما يقوم به من إجراءات في الوقت الحالي. عندما ننظر يعني أنا أستنى نتائج تحقيقات سيادة السفير، رئيس الوزراء وإدانة المسؤولين الليبيين يعني على كافة المستويات لهذا الحادث الغادر. سيادة السفير، أنا أستنى نتائج التحقيقات. لما قبض على الشيخ شعبان هدية هنا في مصر، وهو أحد الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في ليبيا، قاموا باختطاف دبلوماسيين مصريين ولم يطلقوا سراحهم إلا بعد أن أطلقنا سراح شعبان هدية، وفي نفس الوقت يعني هم يستطيعون ونحن لا نستطيع، يعني لا نفعل شيئا. أنا بشجب وأندد ومستني نتائج تحقيقات، وبيضيع دم المصريين. يعني لا، هو يعني أود أن أؤكد أن الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا الشقيقة هي ظروف استثنائية، ليس هذا مسوغا على الإطلاق أو مبررا للقيام بمثل هذه الأعمال ضد المصريين، وإنما لابد أن نضع الموضوع أيضا في هذا الإطار. هذه الظروف ظروف استثنائية، ونحن نتابع ما يتم في ليبيا بشكل يومي من أعمال يعني تحتاج إلى اتخاذ إجراءات أمنية، فلابد أيضا أن ننظر إلى يعني حجم العلاقات بين الشعبين والبلدين شقيقين والتواصل الدائم والمستمر بين أبناء يعني البلدين. حجم علاقات لما يا سيد سفير، ليس هذا مبررا على الإطلاق كما ذكرت للقيام بأي أعمال يعني من هذا النوع، إنما لابد أن ننتظر نتائج التحقيقات في الناس هذا الحدث. الناس القتلة سألوا أين النصارى، جاءوا إليهم لأنهم مسيحيون مصريون،
وانت عارف كمان يتم التعامل مع المسيحيين المصريين على انهم جزء من الانقلاب حسبما تقول جماعة الإخوان وتنظيمات القاعدة والجماعات التكفيرية المتحالفة معهم، وبالتالي لا يجب أن نستبعد أنه تم قتل المسيحيين المصريين على اعتبار أن ده جزء من تصفية الحسابات مع مصر لأنها أزاحت نظاما فاشستيا يستخدم الدين. هذا الحادث الغادر كما ذكرت لحضرتك موجه ضد مصر والمصريين جميعا. نحن نتحدث عن دماء مصرية ذكية اهدرت، ولابد أن يكون هذا هو الأساس في الحديث عن هذا الحادث البشع. وكما أكدت ويؤكد الجانب الليبي أنهم يسرعون من أجل الإعلان عن الجناه وتقديمهم للعدالة في أقرب فرصة. سفير علي العشيري، بتوجه إليك بالشكر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وللمصريين في الخارج. مفيش فايدة الدبلوماسية هتتكلم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حالة الهدوء التي لا تتناسب ولا تتلائم مع وحشية الحادث. 7 تم إعدامهم بشكل جماعي، فين المسيحيين؟ هاتوهم، خطفوهم وذبحوهم. وقبل كده كان في عمليات كثيرة ومتعددة، تم اختطاف دبلوماسيين مصريين لما تم احتجاز الشيخ شعبان هدية أحد قيادات تنظيم القاعدة في مصر. تم اختطاف الدبلوماسيين المصريين ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أن أخذوا معهم رجلهم، يعني خدوا تم تخليص الراجل هنا. ومع ذلك شوف هما بيعملوا إيه، مفيش حد بيقولك اعمل زيه، لكن في نفس الوقت أعتقد بأنه اصطياد المصريين في دول العالم أحد أسبابه الأساسية هو تهاوننا وتخاذلنا وتواطؤنا احيانا، لانه دم المصري لا يجب التعامل معه باللغه الدبلوماسيه اللي انا سامعها ولا بهذا الهدوء. شوف 7 خدوهم واعدموهم بهذا الشكل، وطبعا في ناس تانية قتلوهم قبل كده واختطفوهم، وفي عمليات كثيره ومتعدده. في جانب تاني بقى يتعلق بالمصريين انفسهم، وهو انك يا جماعه ما تسافرش ليبيا. هيقول طيب أكل العيش، يعني أكل العيش لما يكون كل لحظة فيها أنت بتعيش لحظة موت. الوضع في ليبيا، ليبيا يتم اختطافها من قبل التنظيمات المتطرفة ومن قبل تنظيم القاعدة تحديدا، وهم يستهدفون المصريين في 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 نعرة من قبل هذه التنظيمات مش من قبل الشعب الليبي ضد المصريين وضد المسيحيين بشكل خاص. وفي تصفية حسابات لأنه مصر خلصت العالم والمنطقة كلها من نموذج يستخدم الدين ومن أخطر نموذج للإسلام السياسي، وبالتالي سينتقمون من مصر في المصريين. في جانب يتعلق بأنه على المصريين ألا يذهبوا إلى ليبيا، مسألة بسيطة جدا، ما تقوليش لقمة العيش. عشان كده في نهاية هذه الحلقة هنبقى نعيد لكم حلقة كنا سجلناها مع مجموعة كانت ماتت في ليبيا من العطش وأنقذ منها 2 أو 3 هيبقوا معانا، كنا سجلناها من فترة وهنعيدها لكم تاني. وكانوا بيشربوا بولهم، بيشربوا البول علشان يعيشوا، وتساقط زملائهم أمام أعينهم من العطش. فهنا في جانب يتعلق بالنصب على المصريين في الداخل صفروهم، وفي جانب متعلق طبعا بحالة البطالة هيقول انه مش لاقي شغل فحسافر، وفي جانب تاني متعلق بالانتقام من المصريين وانه دم المصري سهل ومباح لانه لا احد يسأل عنه. تعالوا اعيدكم لقضية التجسس. طليقة المتهم الأول رمزي، المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل اللي جمع معلومات عسكرية مع صديقته صحر اللي كان معانا أسرتها في حلقة سابقة، وقدموا معلومات عسكرية في غاية الأهمية
لإسرائيل، منها موضوع الغواصات الألمانية اللي هتيجي لمصر والذي أثار جدلا كمان خلال الأيام الماضية. تعالوا نشوف طليقة المتهم الأول وأسرتها تتحدث عنه. والله هو كان إنسان مش غريب حتى، يعني وزي ما بقول لحضرتك ممكن تلاقيه ماشي على طول لوحده، عمره ما بيمشي مع بني آدم. بدأ يسافر إيطاليا وبدأ يروح بقى ويجي كل فترات، كل 15 يوم، كل 20 يوم. شفته كتير، قلت لأم سيف، قلت لها خلي بالك ده بيجي كل 15 يوم ده أنا بشوفه. قالت لي يعني إيه؟ قلت لها إن ده يا إما بيهرب مخدرات، يا إما بيهرب فلوس مزيفة، يا إما بيعمل حاجة. كل 15 يوم هيجيب تذكرة منين؟ هو المشكلة إن سيف بيقول أنا زعلان من اسمي، بس أنا مش زعلان عليه، أنا ما أعرفوش أساساً، أنا زعلان من اسمي عشان اسمي سيف رمزي الشبيب. دي كل المشكلة. لكن إذا كان عليه هو كان حي زي ميت بالنسبة لنا يعني. هو حتى من قبل ما يحصل حكاية الجاسوس دي هو أصلاً مش محبوب من المنطقة بتاعته. وكان دايماً على خلافات مع الناس وعلى خلافات مع إخواته. بس يعني مش حكاية إن هو مش طبيعي ولا حاجة، لا يصدق نفسه ويطلع يعمل فيها مجنون ويطلع منها يعني. لا هو إنسان عادي طبيعي يعني. أهله ناس مفيش بعد كده، ناس طيبين وناس أخلاق أنا عشرتهم، هم بأمانة صعبانين علي. سيف بيقول أنا عايز أغير اسمي، يعني ابني بيقول يا ماما أنا عايز أغير اسمي، يعني ابني ما شافش منه حاجة يعني، ما صرفش عليه مليم وأحمد الله على كده يعني، عشان بابا جاسوس. البلد مذهولة ومستغربين إزاي كان دوت ده من البلد، يعني البلد مذهولين يطلع من البلد جاسوس. ما حدش كان متوقع له دي اصلا يعني، هو من النوع اللي منطوي في حاله يعني، ما حدش كان يعرف عنه حاجه زي كده يعني. انما هو جاب العار للبلد بحاله كده، جاب لنا العار وجاب العار للبلد بحاله، ووقع اهله كلها في جنب وفي مشاكل بسبب الموضوع اللي عمله. ناس محترمه وناس ذوق وناس عارفين ربنا، بس لما يبقى واحد جاسوس من زي دي على بلدي ابره منه، والبلد بحاله متبريه منه. دي طليقة المتهم الأول بالتجسس لحساب إسرائيل وأسرتها وبعض جيراني، لأنه ظهرت عليه علامات الثراء، وزي ما أنتم شايفين يعني هي بتقول ابني منه هيعاني، اللي هيعاني فعلا من هذه التهمة، أبشع تهمة يمكن أن تلاحق أي إنسان، هي الخيانة، خيانة بلده، خيانة وطنه. طبعا رمزي ما زال متهما، نحن لا نوجه له إدانة، لكن اللي بيبقى متهم في قضايا من هذا النوع حتى لو صارت ضدك شبهات، لأنه في تسجيلات طبعا تتعلق بالقضية وفي مستندات كثيرة ومتعددة بتصيب أي حد بالفزع التام. تعالوا نشوف الشهيد الرقيب عبد الرحمن أبو العلا، أحد شهداء مسلسل تصفية ضباط وأمناء وأفراد الشرطة في الشرقية تحديدا، تحولت فيها عمليات قتل رجال الشرطة إلى رياضة يومية للإرهابيين، ومفيش حد بيعمل إجراءات احترازية النهاردة، حتى أيضا في أمين شرطة بالإضافة إلى أحد الضباط أطلق عليه الرصاص، يعني عمليات كل يوم الشرقية تحديدا، وهي طبعا مسقط رأس عدد كبير من قيادات الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي. رحمة الله عليه عبد الرحمن أبو العلا كان رقيب أول شرطة باسم العاشر من رمضان التابع لمديرية أمن الشرقية، وكان سعادتك طبعا خلص شغله وجي على مستقل الدرجة البخارية بتاعته، وأثناء عودته تحديدا قدام عزبة اسمها عزبة حسن أغا، ده طريق الغار المؤدي إلى أبو الأخضر إلى بلده، أو الطريق الفرعي المؤدي إلى بلده، تم اغتياله استمرار متكرر من قبل مجهولين ملثمين بنفس الطريقة، ضربة في الرأس تؤدي
الضربة اللي بيضرب النهاردة في أفراد الشرطة مش بغرض الإصابة سعادتك، لا ده بالغرض القتل. كنت واقفة في البلكونة أنا وابني مستنيين ما يجي من الشغل، كان معاد شغله ما عنده يجي البيت الساعة 2:30، أنا جبت نسل أختي بتجري في الشارع وبتقول أبوك انضرب بالنار. رحت أبص على أبويا لقى أبويا مرمر في الترعة في وسط المي، أبويا تايب منها. انا عايز حاجه ابويا، انا عايز الناس تجيبوهم وتشوف ابويا عمل لي كده في ابويا، ابويا عمل في امي عشان يعملوا في كده. مشيت على هنا لقيته ميت، مش شفته امبارح، حسب الله ونعم الوكيل فيه. ربنا ينتقم منهم يا رب اللي عملها فيه، حسب الله ونعم الوكيل فيهم كلهم اللي عاملين يضربوا فيهم دول، تجيلهم من فوق كده، تجيهم بعيد عن بتوع الشرطة خالص، بتجيلهم منهم فيهم كده يا رب. أنا عايز أقول لوزير الداخلية كلمة، هي الناس دي دمها إيه؟ دمها ببلاش؟ دمها ببلاش يعني؟ مش حرام؟ ما إحنا أهو، إحنا أهو شوف منظر البيت عامل إزاي، والحمد لله ربنا من حلال، الحمد لله، هو شهيد، الحمد لله، حسب الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منهم رب، انتقم منهم ربنا وحس من الله ونعم الوكيل. من ليلتها ولا امبارح ما شفت جوز بنتي كان قاعد معايا، والله من ليلتها ولا امبارح انا مش شفته والله. بتوجه للسيد وزير الداخليه بقول له ازاي سعادتك اتفضل نزل رجاله في الشارع وادينا امر تصريح بالشغل، عايزين نشوف الناس دي بتضرب الناس دي ليه، وهل دم الناس دي دم رخيص ولا دم غالي، فين انت سعادتك، فين التعليمات اللي في الشارع، وفين الناس دي نايمه من زمان تضرب فينا، بتضرب في الشارع، بتضرب في الامناء، بتضرب في الضباط، ازاي مفيش تعليمات صريحه واضحه للقبض على الناس دي. عمليات اصطياد رجال الشرطة في الشرقية كل يوم، موتوسيكل، اطلاق الرصاص مسدس 9 ملي، لانه من السهل اخفائه، الماسورة بتاعته صغيرة يعني مفيش الماسورة الطويلة، من السهل اخفائه، القتل في الرأس يعني ناس حتى بتصيب للقتل وبدقة شديدة، عمليات كل يوم بل كل ساعة، يعني بيخططوا على الأقل في عمليات متعددة وفي إصابات وأيضا عمليات لإصابة عدد كبير من ضباط الشرطة. تعالوا نشوف عودة الحرس الجامعي. عودة الحرس الجامعي الحكم اللي صدر يثير جدلا شديدا، المعترضون يؤكدون أنه الحرس الجامعي مصطلح سيء السمع، هيعيدنا إلى أجواء الدولة البوليسية، لأنه في وقت من الأوقات استخدم الحرس الجامعي لكتابة التقارير عن الطلبة وعن الأساتذة والعصف بهم، لكن المؤيدين بقى بيقولوا إيه، في ظل الأجواء اللي بتعيشها مصر وفي ظل أننا نواجه إرهابا مسلحا بدأ يستخدم الجامعات، يطالبون بعودة الحرس الجامعي. هنطلع فاصل وهنشوف هذه القضية من خلال تحقيق تلفزيوني وأيضا من خلال مجموعة من المكالمات. أيضا الأستاذ وحيد حامد هيكلمنا عن المستندات اللي تحدث عنها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة برحلة طابة الشهيرة لعائلة محمد مرسي. المستشار هشام جنينة برأ عائلة الرئيس محمد مرسي من إنفاق أموال طائلة، وقال إن الرحلة تكلفت فقط 35,000 جنيه، 12,000 جنيه لعائلة الرئيس دفعها ابنه أحمد بشيك، والباقي 22,000 وشوية دفعتهم، 12,000 وشوية دفعهم أحمد و 22,000 وشوية دفعتهم مؤسسة الرئاسة على اعتبار إن دول الحرس. الأستاذ وحيد حامد كان قد قدم مستندات، قال إنه مستنداتي صحيحة، المستشار هشام جنينة كان قال إنه مستندات الأستاذ وحيد حامد ليست صحيحة وإنه الرحلة تكلفت فقط 35,000 جنيه. بعد الفاصل.